لو عايز تحول فلوس لأهلك أو أصحابك جوه مصر، قدامك حل من الاتنين: يتدور على حد يوصلها لك وتبعت الفلوس معاه وتدعي إنه يوصل بالسلامة، والشخص اللي هيستلم يستنى بقى لحد ما تلاقي حد يروح له، أو نزل أبليكيشن بي إم والت من بنك مصر على موبايلك، وساعتها تقدر تحول بيه فلوس لأي مكان في أي وقت وبأمان تام. لتفاصيل أكتر زور صفحتنا على فيسبوك أو اتصل على 19 38. بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا.